محليا. الاستفتاءات يعني خليك الدستور دايما حاجه يعني متخصصه قوي، انت حتى قبل الثوره 2000 قبل 2011 ما كنتش تسمعي حد عنده يعني كده، فقط المحامين والخبراء في بس اللي عندهم، انما مواطن عادي تساليه ما فيش. لكن انت بعد 2011 شفتي الناس بتتكلم في الدستور، ممكن تجيبي تاكسي راجل يطلع لك النسخه يناقشك في حاجه، في وعي حضرتك، في وعي، وعي. ومع ذلك برضك ما هوش من النوع من الانتخابات اللي وزير استفتاء متخصص يعني بالذات يجذب الشباب، يعني اقول لك الشريحه زادت ولكنه ايضا متخصص يعني ما زاد، يعني نوع اصلا يعني حتى لو تروحي مثلا بلاد حتى مستقره ديمقراطيا ما تعرفيش، ما تلاقيش حد ممكن عنده دستور السويسري مثلا او الدستور السويدي حاطه في جيبه. بس عفوا الشعب نزل يقول نعم للاستقرار حتى لو هو مش عارف بنود الدستور او مواد الدستور ماذا تحمل في طياتها بالتفاصيل، ولكنه كان بيقول نعم للاستقرار. ايوه بالظبط. احنا بقى هو ما كان حتى يعني استطلاع بسيط قال لك 5% فقط اللي قروا الدستور. طب الناس كانت نازله ليه بالضخامه دي؟ احتفالات كمان وفي شكل كرنفالات، بيصوتوا لحاجات ثانيه، بيصوتوا لحاجات ثانيه مرتبطه بالدستور. نعم. الاستقرار لرفض التنظيم الارهابي اللي بيعمله، وحتى لما نقول ان المراه كانت بتقود انها كانت اول ضحيه لهذا التنظيم واكبر ضحيه، زي ما هو طبعا استاذ علاء قال الحكايه اللي هو طبعا في حقوق الانسان، فعارف ان من اكبر مشاكل هذه هي التنظيمات موضوع المراه، حقوق المراه، موضوع الاقليات الدينيه، موضوع الديمقراطيه. هم بينظروا للديمقراطيه سلم اطلع فيه بعد كده اروح دلقه واعمل اللي انا عايزه، زي ما شفنا في الاعلان الدستوري اللي هو عمله وعمل مشاكل طبعا وعقبها احداث الاتفاق. هم ما عرفوش ده بالفعل اعلان الديمقراطيه سلم يعني دي تصريحات خرجت كثيرا. نعم استاذ علاء، طيب ده يخليني اسالك، عندما رصدتوا الاستفتاء اللي قبل دستور 2012 كان ايه الفرق بينه وبين الاستفتاء ده فيما يتعلق بالمخالفات؟ لا فرق جبار جدا ده، يعني مع الاسف كنا تقريبا المنظمه الوحيده اللي تابعت مجريات الاستفتاء بتاع 2012 وقالت صراحه ان الخروقات التي المنظمه الوحيده اللي تابعت ولا المنظمه الوحيده اللي قالت؟ تابعت وقالت من ضمن المتابعين، لا كتير كانت متابعه وكان في مراقبه دوليه حتى وحاجات زي كده وبتاع، وكانت مهمه. لكن كان كمان انه المنظمه الوحيده اللي خرجت بتقدير ان الخروقات التي ارتكبت خلال الاستفتاء في دستور 2012 تؤثر على النتائج، بمعنى ان النتيجه قد لا تكون متعبره عن راي الناس بشكل صحيح. وده تقييم مهم جدا وضروري، وكان من الصعب يمكن الوصول اليه، لكن عبر تقديرات وعبر خبره 30 سنه يعني في المنظمه العربيه لحقوق الانسان من عمل ووجود مقر رئيسي في المنطقه في مصر في القاهره تحديدا، كان بالتالي عندنا هذه القدره على فكره التقدير اعتمادا على مصادر موثوقه ومكلفه على المستوى الميداني، واعتمادا على شهاده الخبراء، واعتمادا على جهد جهيد للمنظمه المصريه لحقوق الانسان ايضا اللي هي فرع المنظمه العربيه لحقوق الانسان في مصر. وبالتالي كان في هذا التقدير، كان في تعطيل شديد جدا لعمليات الاستفتاء، لمجريات الاستفتاء في المناطق اللي تلقائيا الاغلبيه فيها تقول لا. وكان في اباحه تتجاوز كل الاعراف والاجراءات في المناطق اللي هيكون فيها تسويب الكثافة. لذلك انا اتذكر وقعه انه اللجنه اللي تابعه لغرفه العمليات نادي القضاه اللي كانت بتراقب ما يتعلق باوضاع القضاه في البتاع، راحت في احدى مناطق جنوب الجيزه وكادوا ان يتم يعني اعتداءهم او قتلهم يعني حاجه زي كده، لان هم لما راحوا يشوفوا زميلهم اللي عنده مشكله هناك فوجئوا بعمليات تسويد كامله في مدرسه لجنه حريم، وانه ما فيش شرابير ولا حاجه، في مواطنين جوه البتاع وفي عمليه تسويد شامل وهكذا. كان في على مستوى الرقابه كارثه كبيره، كان وقتها المجلس القومي لحقوق الانسان اللي رأسه دلوقتي عامدنا الاستاذ محمد فايق الاب المؤسس للمنظمه العربيه، كان وقتها التشكيل بتاعه طبعا القاضي الغياني قاضي جليل، انا احترمه واكون له كل احترام بغض النظر عن الخلاف في الرؤى في النهايه او في التقدير الفني يعني. لكن كان في التشكيل ده كان يتحكم العامل السياسي بتاع الحكم الموجود، وبالتالي كان في مساله غريبه جدا، ازاي انه يدي تفويض مراقبه لحوالي 32,000. اغلب هذه التفويضات كانت على بياض كويس، بدون اسماء، بدون تحضير مسبق، بدون تدريب المراقبين. وان اكتشف انه يعني 90% تقريبا من المراقبين اللي هم انتظروا من المجلس القومي في هذا التوقيت بيطلعوا كلهم على في حزب حريه وعداله والاحزاب المحلفه معاه في الجبهه الشرعيه حقوق واصلاح، فتفاجئ بان دول ما بيلعبوش دور الرقابه انما بيلعبوا دور مساند في عمليه يعني كان حجم الخروقات مفزع.
بنتكلم النهارده على عمليه نزيهه، بنتكلم على لجنه العليا كان عندها القدره والاستجابه السريعه. كل الخرقات دي وانا رايي ودت برضه نسبه لا طلعت كبيره. لا مش كبيره ولا حاجه. المره اللي فاتت طلعت كبيره طبعا. المره اللي فاتت لا نسبه، لا انا رايي ان نسبه لا الافقيه لا تتصل بالفرز طبعا، تعبر عن الفرز الحقيقي. وبعد كده ما هياش قليله يعني في خروجات. انا عايز احيي جهود اللجنه العليا للانتخابات لانها في هذه المره وفي وقت سريع وظروف ضاغطه بشكل عنيف قدرت تنجز اشياء كثيره، وكانت تتقادر على الاستجابه في اليوم الاول، قدرت تستبعد 7 قضاة كانوا بيعطلوا او يوجهوا الناخبين. نعم. طيب احنا هناخد عفوا بس هنكمل هذه النقطه لانها غايه في الاهميه فيما يخص الخروقات. معنا السيد ماهر فرغلي الخبير في الحركات الاسلاميه. سيد ماهر بعد التحيه، كيف رصدتم عمليه الاستفتاء على الدستور المصري 14 15 يناير؟ اللجنه العليا للانتخابات ستعلن النتيجه بمشيئه الرحمن يوم السبت المقبل وهي مبشرة بالخير، رأي حضرتك بالنسبة للنتيجة؟ بالنسبة لي يعني عارف كويس ان الشعب المصري صوت اقتناعا على الدستور، اغلبية الشعب المصري صوت اقتناعا على الدستور. ما اعتقده فقط هذا المشهد هو موقف جماعة الاخوان حلفائها فيما يسمى تحالف دعم الشرعية. هو موقف ما يشبه الصدمة. هذه الجماعة صدمت صدمة كبيرة. طب ماذا بعد يا أستاذ ماهر؟ ماذا بعد يعني؟ ماذا بعد حضرتك؟ بص، هو دايما نعرف أن هذه الجماعات الإسلامية عندها 3 قواعد. القاعدة الأولى هي أنها دايما تنجح في لعب دور الضحية والمظلوم. ثانيا، محاولة السيطرة إن نجحت في لعب كرة الضحية والمظلوم تحاول أن تسيطر على المشهد. إن لم تنجح في محاولة السيطرة تعرض إلى الأمام بمحاولة الحوار ومحاولة التراجع والاعتراف بالخطأ. ما سيحدث الآن أن جماعة الإخوان المسلمين فشلت في الخطوتين الأولية الأولى والثانية، وستتجه في الخطوة الثالثة للهروب للأمام، محاولة أن تعترف بخطأها وأن تعتذر للشعب. أتوقع ذلك في الفترة المقبلة. هم يحاولون ذلك بإجبار الدولة على قبول التحاور معهم وفشلوا كثيرا، وفي النهاية لن يجدوا حلا إلا أن يعتذروا للشعب المصري على ما فعل في الفترة الماضية. طيب. لأنهم يريدون أن يبقوا في المشهد دائما. طب ماذا تتوقع في 25 يناير القادم؟ 25 يناير أتوقع المشهد اليوم سيمر بشكل عادي جدا، وآلاف كثيرة من الناس ستحتفل في ميدان التحرير، هم سيخرجون في عدة مظاهرات في عدة محافظات، ستحدث بعض المعارك بين الأهالي المنوين لهم وبين جماعة الإخوان وحلفائها، سينتهي المشهد بعدة إصابات أو وقوع ضحية هنا أو هنالك، ولكن اليوم سيمر بشكل طبيعي، وسيكون هذا اليوم هو يوم احتفال للشعب المصري فعلا بالثورة المصرية، ودليل جديد على أن الشعب المصري سيتواصل وفي خارطة الطريق. أستاذ ماهر فرغلي الخبير في الحركات الإسلامية، شكرا جزيلا لحضرتك. قبل ما نذهب ليك يا دكتور سعيد، معلش نخلي بس أستاذ علاء يكمل كلامه عن الخروقات. هو أنا بحيي جهود اللجنة العليا للانتخابات لأنه في وقت قصير جدا وفي ظروف صعبة كان قادر على الاستجابة لسلسلة من المتغيرات، حتى يعني قرار الرئيس مثلا بخصوص لجان الوافدين. وكمان القدرة على، يعني أنا صرحت في أحد وسائل الإعلام في يوم الأول الاستفتاء في ختامه أنه ضروري زيادة أعداد لجان الوافدين لأن الإقبال عليها كان كثيف جدا. وبعدها للأسف كان حصل عفو رفيق سريع جدا والاستجابة تمت في اليوم فهذا يعني مضرب نماذج على قد ايه في ظل الظروف الصعبه كان الاداء متميز جدا من اللجنه العليا للانتخابات. صحيح. دكتور سعيد، كنت حضرتك عايز تعلق على الكلام اللي قاله استاذ ماهر؟ شوف طبعا احنا هنتكلم عن هذا الموضوع تفصيلا. بص يا سيدي، اولا النقطه اللي قالها موضوع ان هم لما بيحسوا بضعف يحاولوا ايه يميعوا الموضوع. فبيزقوا دلوقتي بعض الجماعات اللي هي متحالفه معاهم انهم يطلعوا حاجه اسمها الطريق الثالث. ان هو ده، لا احنا لا مع الجيش ولا مع الاخوان، وطبعا دول كلهم ده حصل مباشره بعد ثوره 30 يوليو، ودلوقتي بيعملوا نفس اللعبه ديت. واخد بالك؟ هيبتدوا يطلعوا طب نترك ده ونترك ده، برضك بيحاولوا انهم يدخلوا من هذا المدخل. بيدخلوا لمين؟ ما هو الشعب في ناس خلي بالك ايه؟ في عندك نوعين من الراي العام، في راي عام نقدي وبيعرف انه ما بيضحكش عليه، وفي في ناس عندهم كده مطيبطيه. يلا ادوهم فرصه، يلا فصيل من المجتمع، يلا نتسامح، المسامح كريم، يعني هم بيلعبوا على فئه من الناس فيها نوع كده من الطيابه الزايده عن حدها. موضوع 25 يناير هو خلي بالك كل مره يقولوا لك هنعمل وهنسوي وبتاع ونسوي الهوايل زي ما فاكر في 6 اكتوبر قال لك 6 اكتوبر العصر موصي في القصر. كل دي اوهام علشان ايه؟ اولا يعبوا الناس،
ثانيا يبقى في دعم خارجي. خلي بالك مين اللي بيدعم هذه الجماعه؟ لازم نتذكر ان جماعه الاخوان تم انشائها بمساعده المخابرات البريطانيه طبعا، واخد بالك، وفضلوا يساعدون. لما هربوا، لما تشوف تفتكر القيادات لما بتهرب بتهرب فين؟ ده بقدر بيتك لندن الام، او بيروحوا قطر وتركيا، وده يدل لك ان كان في خطه معده مسبقا انه يهربوا لبلاد معينه هي بتساعدهم وهي بتقدم لهم الدعم المادي والدعم الاعلامي والسياسي، واللي بتعمل لها مؤتمرات. فانت عشان تخلص من الوضع الداخلي لازم تعرف ان عندك عدو خارجي بيساعدهم. موضوع مش انت تتعامل مع لما في امتدادات خارجيه عايزه تتدخل في بلدك وعايزه تعملك اوضاع زي ليبيا وسوريا واليمن، فوضى كده، لانه الديمقراطيه ساعات اداه بتستخدم لتدمير البلاد زي ما شفنا في النموذج العراقي. هل العراق اليوم افضل حالا؟ اكيد لا. طب طيب استاذ علاء، يعني في نفس السياق زي ما تفضل الدكتور سعيد وقال الطريق الثالث، هو دلوقتي اللي احنا شايفينه على الساحه حتى النهارده اللي حصل امام جامعه القاهره ليس به مقصود رساله للداخل، هو رساله للخارج في التمويل التنظيم في التمويل بالنسبه للتنظيم الدولي للاخوان. ما حدث في الاستفتاء 14 و15 يناير رساله الى الخارج، ايه راي حضرتك في هذه الرساله خاصه لما تطلع النتائج المبشره بالخير يوم السبت القادم؟ لا يعني هي الفكره الاساسيه انه الغالبيه الشعبيه عبرت عن نفسها بوضوح شديد جدا في هذا الاستفتاء، وللاسف الشديد زي ما قيل، انا بقول للاسف يعني، ان التصويت لم يكن على مضمون الدستور ومحتواه بقدر ما كان على رساله الى الخارج. لا تشككوا في الاراده الشعبيه، الاراده الشعبيه واضحه هناك خريطه الطريق. انا كنت اتمنى ان يبقى التصويت تحديدا على مضمون الدستور. الدستور انا شخصيا بشوفه ممكن يكون احسن، ممكن يكون عندي تحفظات كمراقب او كخبير في مجال حقوق الانسان وحاجات زي كده، على ماده مادتين حاجات زي كده بتاع، وفي رايي ان هم قابلين للتعديل لاحقا، لكن بشوفه انا شخصيا، بس عايز اقول لحضرتك انا بشوفه من افضل الدساتير، ده ثقه، من افضل الدساتير، في ثقه يعني، ده ثقه بعد 30/6 في القيادات بتاعتنا يعني، من افضل الدساتير اللي شافتها مصر من ايام الخير والسلام. نعم كويس، لكنه قابل للتحسين، طبعا قابل للتحسين، وان شاء الله نقدر نكون قادرين على العمل ده في الفترات القادمه. فهنا هنا بعتبر ده مشكله، ان دي برضو في النهايه تظل فكره اجواء مش صحيه. يعني ما هياش اجواء صحيه. كويس، ممكن والله المقاطعه ده خيار خلاص، ده اصحابه خدوه، ما هنبكي عليه، مش هنبكي عليه. كويس، انما كمان كان مهم جدا يبقى فيه يعني بالاساس المساله ان احنا مركزين على الدستور، وليس يعني قسم مركز على موضوع الدستور وقسم مركز على فكره الهدف الاساسي. رساله الى الخارج توقف عن التشكيك، اراده شعبيه واضحه معبر عنها، نحن موضوعنا في هذه خريطه الطريق وما الى ذلك. انا بتمنى انه يعني يكون في صفحه جديده. وصفحه جديده انا بتمنى يعني، يمكن نختلف شويه مع استاذنا في المساله دي، بتمنى ان السلطه الانتقاليه الحاليه والسلطه القادمه المنتخب تكون يعني تبقي الباب مفتوحا للمصالحه ولا تغلق الباب، لانه انا في النهايه ممكن اتكلم على جسم فيه مشكله، في مشكله، في فساد في الراس، في فساد في حتى بعد ادراجك كجماعه ارهابيه، حتى بعد ادراجك كجماعه ارهابيه، لكن في النهايه انا ما بتكلمش بالضروره عن انه والله كل هؤلاء الناس متامرين يعني. لا، ممكن يكون في شق وحش، شق اجرامي، شق متامر، كل من لوى سياده بشكل او باخر بدماء الناس، كل ما ارتكب جرما لابد ان يحاسب، لازم يكون في سياده قانون. لكن كمان انا بتكلم على قطاع اجتماعي ليس بسيط وليس كبير، هو في الحقيقه كان بيدي نفسه دايما هاله كبيره، ويدي نفسه ايمج ان هو حاجه كبيره ومؤثر جدا وعنده شعبيه طاغيه، وهذا ليس صحيحا، كان صناعه صوره ذهنيه مش اكتر من كده. لكنه في النهايه احنا بنتكلم على عدد من المواطنين المتاثرين، العدد المواطنين المتاثرين لازم يسيب لهم ده باب مفتوح للعوده للوراء، لخرج الخطوه للوراء، للعوده الى حضن المجتمع وحضن الوطن وحضن الام في النهايه، لازم يكون مفتوح، لازم يكون متاح، مش عايز اقفل الباب نهائيا. القانون لازم ينفذ. لكي لا يلقى الصدى في الشارع المصري. يعني في اللحظه هنا قد لا يلقى الصدى. هنا قد لا يلقى الصدى، لكن احنا بنتكلم على منطق عقل سليم في النهايه، ده مهم جدا جدا. ممكن تقول ان انت تتكلم على التوقيت، يعني جماعه غير قانونيه وغير شرعيه، ده موضوع خلاص بلا قانون انتهى الموضوع. انه حزب على اساس دي والله ما ينفعش بعد الدستور الجديد، خلاص بلا الموضوع. انما انا بتكلم على الافراد، بتكلم على الناس، بتكلم على حضرتك، بتتكلم على الفكر، يعني الفكر الذي افرضته افراد في المجتمع. انا اسف يعني.